شو؟ حبيت اطمن اذا عم تحضر حالك لليلة ولا لا تكون خايف. وحياتك انا ما بخاف. لكن موعدنا الساعة 11. ليك لا تنسى تتوضا وتصلي مشان اذا متت دغري تفوت على الجنة. الوحوش ما بيموتوا بسهولة بس اللي مثلك ما بيطولوا ليموتوا. إذا ما برجعك عالوكري اللي طلعت منه يا فرحات وقتها ما بيكون اسمي مهند. يا بنات ارفعوا الصوت، ارفعوا الصوت شوي، أنا كتير بحبها لهالغنية. عن إذنك شوي. ألو جميلة كيفك؟ أنا جان. مين؟ جان قطمان أوغلو. آه جان، لا تؤاخذني، ما عرفتك بالأول. أنا منيحة إن شاء الله. الأخبار منيحة؟ صدقني كنت رح أتصل فيك بس ما كنت بعرف رقم موبايلك. لك فوتي احكي جوا، هلأ بتبردي برا. أنا بعتذر عن الشي اللي صار هداك اليوم، بس والله كلامي ما كان موجه إلك. ولا يهمك، أنا بتفهم الوضع منيح. يعني حضرتك شفت شو صار؟ قلي له أنت مو غلطانة. بس بعدين كتير ندمت، يمكن ما كان لازم اتصرف هيك. خلينا ننسى اللي صار بهداك اليوم. ايه بيكون احسن. كنت حابب شوفك. مشان شو؟ بصراحة بدي اياكي بشغل. شو رأيك تجي لعندي؟ قصدي لعندي على الشركة، اذا ما عندك مانع طبعا. شوف انا بصراحة مو حابة ارجع اشتغل بمجال الدعاية والاعلانات التجارية. لا لا انا ما كان قصدي هالشي بنوب، انا بحاجة مساعدة لإلي وخطرتي على بالي. مساعدتي أخذت إجازة وعلى الأغلب إجازتها رح تكون طويلة. بس أنا يعني جميلة وافي. الله يوفقك أرجوكي. حسب ما فهمت أنت اشتغلتي بمجال العلاقات العامة ما هيك؟ مزبوط؟ العلاقات العامة؟ إيه إيه العلاقات العامة. أنت اشتغلتي بمجال العلاقات العامة من قبل؟ يعني أنا شبك لك جميلة؟ طيب شو رأيك تجربي تشتغلي معي؟ بتحبي؟ والله ما بعرف شو بدي إلك. لك مشان الله وافقي بقى يا حبيبة قلبي. وافقي سلام كوسر. يلا تأخرت لو سمحتي. طيب خلص أنا موافقة. ليكني جاية. خليكي وإن شاء الله بكون عند حسن ظنك. باي، مع السلامة يا أستاذ. مي جميلة تقبريني، هاتي بوسة. فيكي تفهميني أنت شو عم بتساوي من ورا ظهري؟ أنا ما بدي غير مصلحتي. أنا بعرف مصلحتي، ليش هيك عم بتساوي فيني؟ دخلك شو صار يعني؟ لا تكبرية. ليكي ما أحلاكي، رح تشتغلي وعين الله عليكي. تقبري قلبي، تعي لعندي حبيبتي تعي. مدري ليش أوقات بتتحسسي من شغلات هي بالنهاية لمصلحتك إن شاء الله. جميلة أخيرا رح تتوفقي بشغلة كتير محترمة. خلصونا بقى كوسر خانم لو سمحتي، رح نتأخر على شغل. يلا أجيت، لا تواخذونا، انشغلنا شوي بالاتصال اللي إجانا. بنتي جميلة رح تبلش تشتغل شغلة كتير محترمة. إن شاء الله ألف مبروك. شكرا. شفتي كلهم فرحوا لك. لسه ما بنعرف، بجوز ما تزبط. يي والله ما عم بعرف. أنت ليش هيك عم بتقولي؟ لك بنتي لا تخافي، خالتك صبرية ما راح تصيبك بالعين. لك يا ميت أهلا وسهلا، وشك خير وبركة علينا. تتهنى إن شاء الله. تسلمي جميلة. هلأ صرتي بتنافسي هدوليك الجماعة. بس شركتنا أكبر من شركتهم. يا الله أمي